أطلقت شرطة البحرين مدفع العيد مساء اليوم معلنا دخول شهر شوال، ولا يقتصر إطلاق المدفع على الإعلان عن موعد الإفطار في كل ليلة من ليالي شهر رمضان فحسب، ولكنه يطلق أيضا ليعلن عن موعد دخول شهر رمضان عند ثبوت الرؤية، وكذلك عند ثبوت رؤية هلال شهر شوال معلنا حلول عيد الفطر السعيد. يعد إطلاق المدفع احتفاء بدخول رمضان واحتفاء بالعيد في البحرين مظهرا اعتاد عليه الناس كل عام، حيث تشهد ساحة الإطلاق بخليج البحرين في المنامة تجمعات لمواطنين ومقيمين احتفالا بهذه المناسبة السعيدة باستثناء هذا العام نظرا للظروف التي فرضها انتشار فيروس كورونا من تباعد اجتماعي وتجنب للتجمعات.